الانترفيو. في حوارنا لليوم وتنطلق له حواراتنا باش نرجعوا على مؤشرات النمو الاقتصادي البطالة والتجارة الخارجية للثلث الأول من سنة 2023. مؤشرات وأرقام كانت أصدرتهم البارح المعهد الوطني للإحصاء. معنا أستاذ الاقتصاد الأستاذ ريدا شكونتيلي باش نرجعوا معاه في قراءة للأرقام هذه. مجموعة من الأرقام كما قلنا مهمة ومهمة جدا في علاقة بسنة 2023 الثلث الأول. صباح النور، أهلا وسهلا أستاذ. صباح الخير ومرحبا بكل مستمعي إذاعة إكسبريس اف ام، شكرا على الدعوة. مرحبا بك أستاذ رضا شكونديلي. النمو الاقتصادي لتونس بلغ نسبة 2.1% خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. كيفاش تقراها النسبة في علاقة خلينا نقولوا بالأرقام اللي كانت متوقعة في بداية السنة والحديث على أرقام أخرى؟ خلينا نقولوا اليوم هل تقرأ الأرقام هذية اللي حصلناها في الثلاثي الأول على الأقل إيجابية أم سلبية؟ والله فيها نقاط إيجابية وفيها نقاط سلبية، والحقيقة ما نجموش أن قرأوا المؤشرات نتاع النمو بغض النظر على المؤشرات نتاع التشغيل ونتاع التجارة الخارجية. وبالتالي أنا قريتهم مع بعضهم ولخصت لكونه فما نقاط مضيئة إيجابية في مؤشرات الثلاثي الأول من سنة 2023، ولكن هناك نقاط سلبية لابد من ذكرها لتفادي الـ يعني التوندونس نتاع المؤشرات هذوما. اولا من النقاط الايجابيه وانه نسبه النمو هامه برشا، معناه انه مرتفعه لبعض القطاعات المصدره والمدره للعمله الصعبه، بما انه احنا توا نعيشوا في ازمه ماليه بامتياز خاصه تاكل العمله الصعبه. يهمنا برشا المؤشر هذا بالنسبة للمؤسسات أو القطاعات المصدرة. السياحة سجلت نسبة نمو مهمة جدا 16.3%، وقطاع النسيج والملابس والجلد هو الآخر سجل كذلك نسبة نمو مهمة جدا وهي 13.8%. هذوما مؤشرات إيجابية. كذلك من المؤشرات الإيجابية أنه نسبة البطالة لدى الشابات، معنى الإناث من 15 إلى 24 سنة، انخفضت ب 3.8 نقاط كاملة. كانت في الثلاثي الرابع لسنة 2022 39.1%، أصبحت 35.3%. وبالتالي هناك يعني خلق فرص عمل بالنسبة لل الإناث الشابات، يعني من 15 إلى 24 سنة. كذلك من النقاط الإيجابية أن نسبة البطالة من بين حاملي الشهادة العليا انخفضت هي الأخرى بتقريبا نقطة 0.9 نقطة، كانت 24% في الثلاثي الرابع لسنة 2022 أصبحت 23.1%. كذلك مؤشر رابع مهم جدا وهو أن العجز التجاري للثلاثي الأول لهذه السنة انخفض من 4.4 مليار دينار في الثلاثي الأول من سنة 2022 إلى 3.8 مليار دينار للثلاثي الأول لهذه السنة. ونسبة التغطية كذلك تحسنت من 76.3% إلى 80.2%. وأخيرا المؤشر الخامس اللي هو من النقاط الإيجابية هو أن الصادرات ارتفعت أساسا بالنسبة للمواد الكهربائية والميكانيكية والكهربائية 18.8%، النسيج والملابس والجلد 17.8%، ولكن بالنسبة للطاقة، وهذه النقطة يعني من النقاط السلبية اللي باش ندخلوا توا فيهم، هي الطاقة على مستوى التصدير تراجعت بصورة كبيرة جدا بحوالي 32%. سيريدا خليني معك أستاذ فيما هو إيجابي. هذه أهم النقاط الإيجابية اللي تم تسجيلها في المؤشرات هذه، مؤشرات النمو والبطالة والتجارة الخارجية المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة 2023. فاصل قصير تبقى معنا أستاذ رضا شكونديلي باش نرجع بعد الفاصل للحديث على
أبرز النقاط السلبية اللي جات في المؤشرات هذه اللي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، وقراءتك للأرقام والمعطيات هذه المتعلقة بالنمو والبطالة والتجارة الخارجية بعد. عودة المواصلة حوارنا مع الأستاذ رضا شكونديلي، نتحدث على مؤشرات النمو والبطالة والتجارة الخارجية اللي انشرها المعهد الوطني للإحصاء في علاقة بالثلث الأول من سنة 2023. ثم عدد من المؤشرات والأرقام الإيجابية واللي يلزم كما قال الأستاذ رضا شكونديلي نبنيه عليها في الفترة القادمة، لكن فما مجموعة من الأرقام والمعطيات والمؤشرات السلبية وهاوش نرجع لها بأكثر تفاصيل. عودة من جديد ليك أستاذ، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. نرجع معك أستاذ، كنا قدمنا المؤشرات الإيجابية اللي تم رصدها في هالأرقام والمعطيات اللي انشرها المعهد الوطني للإحصاء، وقلت هذه أبرز خلينا نقول المؤشرات الإيجابية والأرقام الإيجابية، قلت لك هذه أهمها، هات نرجع بعد الفاصل لأهم الأرقام والمؤشرات اللي تراوا أنها سلبية وإلا سجلت تراجع، لو كان نرجع لها بأكثر تفاصيل. فما تقريبا 8 نقاط سلبية. النقطة الأولى هو أنه نسبة النمو 2.1% راهي جاية أساسا من ارتفاع ملحوظ في حجم الضرائب الصافية من الدعم، وهذا ماهوش موجود في الثلاثي الأول لسنة السنة الماضية اللي هي بالنسبة للسنة الارتفاع هذا هو 9.4%، بينما الارتفاع بالنسبة لل للمعمناول هو ضئيل جدا يقارب 1% 0.0%. وبالتالي كان نحيو المساهمة متاع الضرائب الصافية من الدعم تولي النسبة ماشي 2.1%، تولي 1.5% فقط، مقارنة بالسنة الفارطة اللي كي نحيو المساهمة متاع الضرائب نلقاو 2.4%، يعني النمو الاقتصادي انخفض بنقطة كاملة. نقطة كاملة علاش هذا لا هو الأصح؟ على خاطر مؤشرات التشغيل للثلاثي الأول من هذه السنة تشير هي الأخرى إلى ارتفاع نسبة البطالة بنقطة من 15.2% في الثلاثي الرابع لسنة 2022
إلى 16.1% في الثلاثي الأول لسنة 2022. يعني نسبة النمو كي نشوفوا في نحسبوها بعوامل الإنتاج اللي خرجوا منها الضرائب نلقاو النسبة هي 1.5% ما ياشي 2.1%، وبالتالي تراجع كبير على مستوى نسبة النمو الاقتصادي. يعني كان فهمت من كلامك نسبة النمو الحقيقية الحقيقية، على خاطر الأخرى غونفلي باللي زامبو انديريكت نت دو سيفونسيون، معناها مش حقيقة ما ياشي خلق الثروة الحقيقية. كان نحسبه بالكودي فاكتور بالفرنساوية، يعني بعوامل الإنتاج نلقاو النسبة، نلقاو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة ارتفع فقط ب 1.5% مقارنة ب 2.4% السنة الفارطة، وبالتالي هناك يعني انخفاض على مستوى النمو الاقتصادي تقريبا بنقطة كاملة. حتى في النقطة الثانية السلبية اللي حتى إذا كان ناخذوا 2.3% يعني نسبة ضعيفة وما تمكنش من العودة إلى المستوى المعهود ما قبل الجائحة الصحية، أي قبل 2022. نعرفه في 2020 في قبل 2020 2019 معناتها 2020 نعرفه ل 2020 النمو الاقتصادي تراجع إلى إلا 8.8%، ولكن بعدها في 2021 النسبة ولات 4.4%، وفي 2022 2.4%، يعني 4.4 و2.4 يجيو 6.8 هي أقل من 8.8، وبالتالي النسبة ضعيفة وما تمكناش باش نرجعوا للمستوى نتاع 2019. النقطة الثالثة السلبية هي أنه مؤشرات التشغيل للثلاثي الأول من هذه السنة تشير هي الأخرى إلى ارتفاع كما قلت لكم نسبة البطالة اللي قلناها أنه من 15.2 إلى 16.1 النقطة الرابعة السلبية اللي هو أنه الفلاحة اللي هي تمثل الأمن الغذائي، والفلاحة اللي هي الكونتريبيشن تاعها في العجز التجاري كونتريبيشن كبيرة، النمو الاقتصادي تراجع بالنسبة للفلاحة والصيد البحري ب 3.1%، والصناعات الغذائية اللي هي تابعة اللي كان ينخفض القطاع الفلاحي تنخفض حتى هي الصناعات الغذائية انخفضت ب 8.5%، ولكن الحاجة اللي تخوفنا كذلك هي الاستخراج الثروات نتاعنا الطبيعية اللي هي النفط والفوسفات اللي هي تراجعت بالنسبة للنفط 15.7%، ونعرفوا النفط ومكانته في العجز التجاري خاصة العجز الطاقي اللي هو تقريبا يمثل 40%، والفوسفات هو الآخر تراجع على مستوى الإنتاج نتاعه ب 9.6%. النقطة الخامسة السلبية هي أن نسبة البطالة لدى الشباب الذكور يعني من 15 ل 24 سنة ارتفعت ب 1.4 نقطة من 38.8% في الثلاثي الرابع لسنة 2022 إلى 40.2% في الثلاثي الأول لسنة 2023. يعني هذوما في الذكور والإناث مع بعضهم، ولكن خاصة لدى الذكور راهو ارتفع ب 3.7 نقطة. احنا شفنا اللي كانوا فما نقطة إيجابية أنه نسبة البطالة لدى الشابات انخفض، لكن لدى الذكور يعني الشباب ارتفع ب 3.7 نقطة. النقطة السادسة على مستوى الواردات، الواردات هي نسبة النمو ضعيفة سجلت تقريبا أضعف نسبة اللي هي 5.5%. يقول قايل هو به احنا عملنا نوزافون ميتريزي لي زامبورتاسيون، اور كي نشوفوا احنا وين انخفضت الواردات، انخفضت في المواد الأولية 2.9% ومواد التجهيز 3.8%. نعرفوا احنا المواد الأولية ومواد التجهيز هي المواد التي تستوردها المؤسسات الاقتصاديه اللي تنتج المؤسسات الصناعيه تستخدم، هذاك علاش نسبه النمو هي معناها ضعيفه وضعيفه برشا، معناها في علاش؟ لانه نقصت التوريد على مستوى المواد الاوليه ومواد التجهيز اللازمه للانتاج، خاطر احنا معناها اقتصاد
مرتبط بالخارج يعني ديبوندون دو ليكستيريور، ما نجمو ننتجو الا ما نجيبو المواد الاوليه ومواد التجهيز، انخفضت الواردات هذوما وبالتالي النمو الاقتصادي ارتفع. العجز التجاري المسجل النقطه السابعه كذلك يعني اللي هي سلبيه، انه العجز جاي اساسا هو 3.8 مليار دينار، جاي اساسا من الصين 1.97 تقريبا 2 مليار دينار جايين من الصين، وواحد من عند روسيا والجزائر كذلك واحد. كي نشوفوا الصين وروسيا مع بعضهم يعني نلقاو تقريبا العجز كامل تقريبا، معناه المونتون جلوبال كله تقريبا جاي من الصين وروسيا، وهذا يلزم الفكره تتنحى على اساس انه احنا الملجا اللي باش يعوض صندوق النقد الدولي هي البريكس. البريكس في الحاله هذه لا تمثل مشكل وليس حل، لان يعني احنا باش نتسلفوا باش نغطيوا العجز اللي هو جاي من بلدان البريكس خاصه الصين وروسيا. النقطة الثامنة والأخيرة هي أنه مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الفارطة، نسق نمو الصادرات والواردات في قالب بعضه انخفض بصورة كبيرة وكبيرة جدا، وهذا أثر على النمو الاقتصادي. خاطر بالنسبة للصادرات تحسنت ب 10.9% فقط مقابل 26.2% في السنة الفارطة، والواردات كما ذكرت قلت أنه ارتفعت ب 5.5% فقط مقارنة ب 29.6% السنة الفارطة، وبالتالي هذا على النمو الاقتصادي. واضح واضح، شكرا لك استاذ رضا، شكرا لي هذه قراءة في أهم الأرقام والمؤشرات للنمو والبطالة والتجارة الخارجية للثلاثي الأول من سنة 2023 تقريبا. في قراءتك أستاذ رضا شكوندلي 5 نقاط إيجابية ثم 8 نقاط سلبية، ويلزم لهنا بالحق ثم مجموعة من النقاط اللي نصلحوا فيها الوضعية شوية، خاصة استيراد المواد الأولية ومواد التجهيز لدعم الصناعة التونسية، وهذا يمال إلا يساهم في تحسين عديد المؤشرات الأخرى كيف مؤشرات التشغيل ومؤشرات التصدير وعديد من المؤشرات الأخرى. شكرا لك أستاذ رضا شكوندلي، يعطيك الصحة على تدخلك معنا وتوضيح لأهم المعطيات والأرقام الواردة من المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بمؤشرات النمو والبطالة والتجارة الخارجية.